أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وقوف الأردنيين وتماهيهم مع مواقف جلالة الملك في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الهجمة التي يتعرضون لها من الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تهجيرهم من منازلهم وأرضهم تحت ضغط القصف والتجويع. وقال الصفدي خلال ندوة في الجامعة الأردنية بعنوان الجبهة الداخلية والعدوان على غزة بعيون الأردنيين، إن الأردنيين أكدوا من خلال تلاحمهم مع قيادتهم دعمهم للأشقاء الفلسطينيين ورفضهم لمؤامرات تهجير الأشقاء والوقوف خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. أكد الصفدي اعتزازه بالتعبير الحضاري لدعم الأهل في قطاع غزة ضد الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال منذ 25 يوما مستهدفة المدنيين والأبرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة. ما يحدث في غزة شيء يدمي القلوب، مهما تحدثنا عن أبطال غزة لا نوفيهم حقهم، ولكن اللي بيخلي الواحد فخور في هذا الموضوع موقف جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره، ربع قرن وهو ملك للأردن لم يخلو خطاب له من التحدث عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف. أيضا سيدي صاحب السمو ولي العهد من تابع كل خطاباته أيضا لم يخلو له خطاب لم يتحدث عن القضية الفلسطينية والقدس. أما اللقاء الذي أدهش العالم، لقاء جلالة الملكة رانيا المعظمة، لقاءها مع شبكة CNN وما تحدثت به كان له الأثر الواضح في قلب الأوهام إلى حقيقة. إحنا رح نطلق مبادرة من هنا من حرم الجامعة الأردنية أم الجامعات، مبادرة العلمين. لا يجوز أن يرفع علم فلسطين في المسيرات، يجب أن يرفع علم فلسطين والأردن. وهذه المبادرة لها معاني كثيرة. شفنا جهاز الأمن العام هو يرتدي العلمين، ولكن هناك الاستعمار إذا فكرنا من صفقة القرن أو ما قبل صفقة القرن وما بعدها، هم يرغبون برفع علم واحد في الأردن، ويجب أن نحمل العلمين الأردني والفلسطيني في جميع مسيراتنا، وتكون هاي المبادرة نتبناها كمجلس نواب ونطلقها من الجامعة الأردنية هي عبارة عن العلمين، وهذا الموضوع حماية لأهلنا بفلسطين والقضية الفلسطينية ولغزة. كلنا بنعرف المخطط أنه تهجير أهلنا بفلسطين من الضفة الغربية على الأردن، وما حدا هذا يخفى عليه، ولكن قوة شعبنا الفلسطيني بفلسطين وانتمائهم لتراب فلسطين، وأيضا قوة شعبنا الأردني بالنسبة للأردن، الأردنيين لا يسمحوا أن يكون هناك حل القضية الفلسطينية على حساب شبر واحد من الأراضي الأردنية. ليس تخلي عن أهلنا الفلسطين، ولكن حماية لأهلنا الفلسطين، حماية للقضية الفلسطينية. دائما يجب أن نكون نحن في